الآن هل يحق لأي موظف في الدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية حتى يعني عامل التنظيفات في أي وزارة، هل يحق له أن يعقد اتفاقيات من أي نوع؟ لا يحق لأي موظف في الدولة اللبنانية بأن يبي صفاته الشخصية أن ضمن الموقع الذي أن يوقع اتفاقية مهما كان. ولكن يعني سيد جراح برر قال بأن الجيش يوقع مع لا يحق لا للجيش اتفاقيات اللبناني اتفاقيات عسكرية وغير ذلك. فليبرز لنا التشريعات التي تسمح للجيش اللبناني أو لقوى الأمن أو لأي جهة سياسية. لا يجوز، لابد من أن يكون هناك تفويض علني وصريح في هذا الشأن. أما تحت عنوان تدريبات بالجيش فهذا يعني وشر البلية ما يضحك، وهذا عذر أقبح من ذنب. إذا كان عند الجيش ولا الأمن العام ولا قوى الأمن الداخل غير، لا يجوز لأي من هؤلاء كل من كل هذه المؤسسات الأمنية أو حتى السياسية أو غير ذلك، لا يحق لأي من هذه الجهات أن تجري أي اتفاقية مع أي جهة دولية خارجية. هل يحق للمخابرات الأمريكية أو للأمن لقوى الأمن القومي في الولايات المتحدة أن تعقد اتفاقية مع دولة أخرى؟ لماذا توقع السفير الأمريكي بصفاته ممثلا لحكومته ولم يوقع مدير قوى الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن هناك تكون سلطات متوازية حتى في النقاشات، حتى في بحث أي اتفاقية، حتى مسودة اتفاقية يجب أن تناقش وتعرض وفقا للأصول قبل أن يصير إلى تصديقها. لا اسمح إذن علي. يعني التوقيع من أصله توقيع لواء أشرف ريفي من أصله هو توقيع غير قانوني ومخالف للقانون، وهذه الاتفاقية ليست لاغية فهي باطلة بطلانا مطلقا، ويتوجب على الحكومة الحالية أن تلاحق كل الأشخاص الذين قاموا بمثل هذه الأفعال خارج صلاحياتهم بصرف النظر عن أسبابها ودوافعها والنتائج التي تنتج عنها. طيب أستاذ الجراح، يعني لواء ريفي قال أن هدف هذه الاتفاقية بينه وبين السفارة الأمريكية والسفير لها علاقة فقط في التدريب كما تفضلت، ولكن ما علاقة الحصانة بالموضوع؟ خرائط الاتصالات، حق الوصول إلى المعدات، تصنيف، اسمح لي، تصنيف وفرز عناصر قوى الأمن الداخلي سياسيا. هذا هو الأمن الداخلي أول بالتصنيف السياسي، هذا جهاز وطني كشف العديد من شبكات الموساد الإسرائيلية التي كانت تعمل على الأراضي اللبنانية منذ عشرات السنوات. ولكن هذا واجبه يعني أستاذ الجراح، الأمر هنا يختلف عندما نتحدث عن هذا الأمر، من واجبه أن يكشف تلك. اتفاقية أعطيني الوقت اللي تجرب. تفضل. أولا هذا الجهاز اللي أنت عم تعنيه اللي هو قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، هذا جهاز وطني بمرتبة كبيرة من الشرف، لأنه كشف العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية التي تعمل على الأراضي اللبنانية لعشرات السنوات مضت. ثانيا هذا الجهاز قدم شهداء، وسام عيد وسمير شحادة الله يشفيه. هذا الجهاز الوطني بامتياز، ما حدا في زايد عليه بوطنيته وبإخلاصه وبشرفه. ثانيا أن الاتفاقية هي لغايات التدريب، ليس لها علاقة لا بالداتا ولا باعتراض المكالمات ولا بالتنصت على الهواتف، هي لغايات تدريبية بحتة. هذه الاتفاقية مثلها مثل بقية الاتفاقات مع بقية الأجهزة الأمنية في لبنان. ثالثا أن مجرد وجود خطاب خطي ورسمي يمسي صفة الأمن أو النواحي الأمنية عن هذا العمل التدريبي، لو كان الأمريكيين يريدون أن يحصلوا على معلومات أو على داتا أو على تنصت على الشبكة ما بيبعثوا كتب رسمية وخطية. رابعا نعم ذكر ذلك أستاذ الجراح. نعم. اسمح لي طبعا سأعود إلى يعني لم تجاوبني حتى الآن على سؤالي أستاذ جمال الجراح. أستاذ دكتور حرب، من يتحمل المسؤولية القانونية عن الاتفاقية؟ هل برأيك مجلس الوزراء أم وزير الداخلية أم مدير عام قوى الأمن الداخلي أم الجميع يتحملون المسؤولية؟ اليوم المسؤولية هي برسم القيادة العليا في البلد أي الحكومة اللبنانية، أصبحت اليوم بحكم الإجراءات والتدابير التي مرت بها هذه المسألة برسم أن تضبط بها الحكومة اللبنانية باقتراح أو بطلب من وزير الداخلية، يدرج هذا البند في على جدول عمل مجلس الوزراء ويبد به بالكامل. من الناحية السياسية ومن الناحية التنفيذية هذا هو الإطار. أما من الناحية
القانونية داخل قوى الأمن الداخلي هذه تعتبر مخالفة. لقد تفضل الأستاذ جراح بأن بالإشادة بفرع المعلومات وبتوقيف شبكات التجسس، وهو هذا أمر خارج عن موضوعنا كليا، حتى أنه من الناحية القانونية لا صلاحية لفرع المعلومات بمكافحة التجسس، هو يتعاطى فقط بالشؤون المدنية والجزائية التي تختص بالإشكاليات والمسائل المتعلقة بالمواطنين، والشأن الآخر الشأن الأمني هو من شأن مديرية استخبارات الجيش. إنما في السياق الذي شاهدناه منذ سنوات وحتى الآن أصبح المديرية العامة للقوى الأمن الداخلي وكامل قوى الأمن الداخلي دور سياسي وازن في اللعبة السياسية من خلال تجاوز القانون. شعبة المعلومات هي غير قانونية، هو فرع المعلومات وقد بني تحول من فرع إلى شعبة وبات يملك صلاحيات عديدة. إحدى إنجازاتها كانت هذه الاتفاقية التي باركها ووقع عليها مدير عام قوى الداخلي، وهذا أمر خارج عن صلاحياته وخارج عن معلوماته. هناك نظام عقوبات ثابت في قوى الأمن الداخلي، وهناك مجلس أعلى للنظر بمخالفات مدير عام قوى الأمن الداخلي يشرف عليه وزير الداخلية، وهذا واجب وزير الداخلية. نحن لا نقلل من أهمية وضرورة وجود جهاز أمني فاعل في لبنان على مستوى القوى الأمنية ومستوى قوى الأمن المدنية التي تتعاطى بالشؤون المدنية للمواطنين. أما أن نذهب بهذه المنظومة التي هي مخالفة لمعظم القوانين التي ينص عليها تنظيم عام قوى الأمن الداخلي إلى أن نخطي خطوات سياسية وأمنية استراتيجية تجعل من لبنان قنوات تداخل لشبكات أجهزة مخابراتية في داخل اللعبة اللبنانية وفي داخل الساحة اللبنانية وتراقب المواطنين من دون أن يكون هناك أي بعد أمني للموضوع، هذا أمر منافي لكل الأعراف والقوانين والأنظمة الداخلية، ويترتب عليه مسؤولية جزائية وليس فقط مسؤولية مدنية، مسؤولية جزائية، وهذا يعني المحاكمة وأن تصدر أحكام تمنع تكريس هذه السوابق كظاهرة يمكن أن تصبح عرفا يخالف القوانين ويؤدي إلى المس باستقرار العام في لبنان. طيب. سيد منصور، من حيث يعني أريد أن أدخل إلى مضمون الاتفاقية، الولايات المتحدة الأمريكية تلزم الجانب اللبناني التحقق من أن جميع أفراد قوى الأمن الداخلي يتلقون التدريب وهم لا ينتمون إلى منظمات إرهابية. إذن يعني هنا الولايات المتحدة أجازت لنفسها فرز عناصر قوى الأمن واستبعدت العناصر المؤيدة للمقاومة. ماذا تقول؟ هلا بدنا نتفق على شغله، هل هي الاتفاقيه صحيحه او غير صحيحه؟ اذا اتفقنا صحيحه لن نناقش بالاساس، ما دام مرفوضه في الشكل لا يمكن ان تناقش. ولكن الطرف الاخر يعتبرها يعني انا اخجل كاستاذ قانون وكخبير وضليع في هذا المجال ان اناقش في اتفاقيه باطله بطلانا مطلقا. ثانيا لا يعني هون من هون هي باطله ولا يمكن المناقش في موضوع المقاومه ولا في موضوع يعني تصنيف العسكريين سواء مؤيد او معارض، هذا الموضوع يعني خارج عن صلاحيات كل القوى. والموضوع على المستوى المحاسبه، سالت الاستاذ حار في موضوع المحاسبه ومن المسؤول، هذا تحمل الامر هذا لا كي لا نقذف بالامر باتجاه بعض الضباط او بعض الموظفين، هذا الامر تتحمله السلطه السياسيه. السلطه السياسيه بكامل ليس فقط الحكم، حتى المجلس النيابي اذا قصر في محاسبه الحكومه عن الحاضر والماضي وما قد يحصل في المستقبل، اذا الكل مسؤول عن هذا الموضوع. اما قذف الامر باتجاه ضابط او مدير او مدير عام، هذا الامر خطا جدا جدا، لانه لا يمكن لمدير عام قوى الامن الداخلي ان يتصرف ويقوم بتوقيع اتفاقيه لها أبعاد أمنية وسياسية ومالية. نعم. ولها تصنيفات على المستوى الداخلي. إذن فلا نبحث يعني إذا رئاسة الحكومة تقصد أستاذ منصور كل الحكومة لا مش رئاسة الحكومة، ولا يمكن تحميل رئيس الحكومة وحده، الوزارة مجتمعة، ولا ليس الحكومة ليست هي بشخص رئيس وزارة، كل الوزراء يتحملون المسؤولية بصفت، لأن مجلس الوزراء يتخذ قرار مجتمعا، حتى الذين يعارضون داخل المجلس الوزراء يتحملون المسؤولية. هناك لها أبعاد. إذا لا نذهب بالأمور ونعطيها وهذه الأمور والله جهاز أمن المعلومات مسك 5 و10، لا قيمة لهذا الأمر نهائيا من واجب